أترك في مرمى فريق نادي الفجيرة، وسجل بعد ذلك هدفين ليصبح لديه 5 أهداف في تاريخه. طلار تسديدة والأروع، هدف في المرمى لصالح فريق نادي الفجيرة من كوتينيو. الله على تسديدة قاتلة، الله على تسديدة جميلة يسجلها فريق نادي الفجيرة. لاحظ التسديدة كانت، لكن هناك لاحظ حكم اللقاء سيد عادل النقبي ربما يعني هناك شك في الهدف، راح نشوف. لكن الله على هدف ولا أروع ولا أجمل كان في اللقطة الماضية. لاحظ إرسال الكرة بهذه الطريقة، كنا في عز الكلام، كنا نتحدث عن يعني من الذين سجلوا أهدافا في مرمى فريق نادي الفجيرة، ليأتي كوتينيو ويسدد كرة ولا أجمل، ربما أجمل أهداف بطولة الدوري. تسديدة يا سلام، الله على هدف يسجل فريق نادي الفجيرة بهذه الطريقة. لكن ما زال حكم اللقاء سيد عادل النقبي يطمئن على الهدف. هذا هدف جميل جدا. نحن طبعا المعلقين لعل ربما مثل هذه الكرات حينما لم نكن يعني نتوقعها، نتمنى لو أن اللقطة تعاد وأن تستعد لإطلاق احتفالية هذا الهدف مع فريق نادي الفجيرة، لأنها جدا تسديدة جميلة. لاحظ كوتينيو، نعم، نظر بنظرة، أرسل الكرة بشكل قوي جدا ليسجل هدف في مرمى فريق نادي بني ياس. وبالتالي هناك الآن حتى هذه اللقطة سيذهب حكم المباراة للتحقق من لقطة الهدف، إذا كان هناك بالفعل ما يشوب هذه اللقطة أو إن كان الهدف سليم. سنتعرف بعد قليل على قرار السيد عادل النقبي. لاحظ التسديدة، يا سلام على التسديدة، ولا أجمل ولا أروع. لاحظ اللقطة والتسديدة، هل كان ربما لاعب فريق نادي الفجيرة طبعا متقدما، هل أعاد النظر للاعب؟ نعم، حكم المباراة تحتسب هدف لفريق نادي الفجيرة. كوتينيو، إذا كوتينيو يتقدم للفجيرة بهدف بصاروخ. نعم، سجل في مرمى فهد الظنحاني ليتقدم بهدف اللقاء الأول في هذه المباراة. يا سلام على الهدف، واحد من أجمل أهداف دورينا. لاحظ التسديدة، ولاحظ اللمسة، ولاحظ النظرة واتخاذ القرار السريع طبعا في الزاوية الصعبة، صعبة جدا على اللاعب فهد الظنحاني، على الحارس في اللقطة الماضية التصدي لهذه الكرة. هدف يسجل الذئاب إذن في هذه اللحظات ليتقدم بهدف اللقاء. على تنفيذ الضربة الركنية لصالح فريق نادي بنياس، هنا إيفكوفيتش، وهنا كرة بالراس، 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 هدف التعديل، هدف التعديل لمصلحة فريق نادي بنياس عن طريق حسن المحرمي. يسعد إيسلا كثيرا، رأسية سليمة في بداية مبكرة في شوط المباراة الثاني، يسجل حسن المحرمي هدف التعديل في هذه اللحظات من ضربة ركنية. سلطان الشامسي على رأسية حسن المحرمي يضع الكرة في المرمى ويعيد السماوي مرة أخرى للمباراة. يا سلام على رأسية رائعة جدا لحسن المحرمي يضعها في المرمى مسجلا هدف المباراة الأول لفريق نادي بنياس وهدف التعديل في هذه اللحظات. إذن حسن المحرمي يسجل هدف التعادل، إذن تعادل، هدف يأتي في توقيت سليم. على الجانب الأيسر محاولة ما زالت لمصلحة فريق نادي بنياس، كرة مرسلة خطيرة، بيدرو، 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 من أجل صدارة الهدافين، انسى الهدافين، من أجل 3 نقاط مهمة لفريق نادي بنياس. يضع الكرة بيدرو بالراس لمصلحة فريق نادي بنياس، ضربة ثانية الآن يتقدم من خلالها الفريق السماوي، هدف في مرمى فريق نادي الفجيرة. كرة جدا جميلة يضعها بيدرو في مرمى عبد الله التميمي، هدف بالفعل جميل، يضع فريق نادي بنياس في مقدمة هذه المباراة، ويضع أيضا بيدرو في مقدمة هدافي هذه البطولة. 11 هدف متعادلا مع ويلتون سواريز ومع كورنيل
ريبيردو برأسية سليمة جميلة لبيدرو. إذا يتقدم فريق نادي بنياس ويقلب الطاولة على الذئاب في هذه اللحظات مع سعادة السيد إسلام.